غادي نبقى الخوت من تحت الردم لمدة ديال النهار كامل. داك الصباح اللي صباح الخبر ديال الزلزال كنت فاقد الوعي، كنت من تحت الانقاض ما حليت عينيا حتى الليل، ما عرفتش اصلا كان الظلام، ما كتبان ليا حتى شي حاجه، عيني وني في ودني في امي كله عامر بالتراب والعجاج. المهم كنت بين الحياه والموت، عرفت ان الزلزال هو اللي ضرب. السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير عليكم يا اغلى واجمل مستمعين. اليوم هاد القصه غادي تبرشكم، غادي يوقف ليها شعر راسكم. هاد القصة مرتبطة بزلزال المغرب اللي وقع في مراكش هاد المدة هادي اللي دازت. كنبغي ان شاء الله يا ربي يرحم جميع الشهداء اللي ماتوا ويشافي جميع الناس اللي تأذوا في ديك الزلزال. المهم عفاكم جيمو كومونتير وما تخيلوش شنو غتسمعوا في هاد القصة، قصة ومش قصة، والله الا قصة واش من قصة. شي عيالات والله العظيم الى الربح ديالهم وراس المال ديالهم هي الدار والفلوس والطوموبيل، وكينساو شي حاجه ان الراجل الا كان مزيان حتى هو راه رزق من عند الله، وهذاك الربح وهذاك هو الربح وهذاك هو راس المال. المهم ما غاديش نطول عليكم، يلا نبداو في القصه ديال اليوم مباشره، غادي ندخلوا فيها جيمو كومونتير وبسم الله نبداوها كامل. السلام عليكم، معكم عمر، العمر ديالي 36 عام، واليوم جيت نعاود لكم قصتي مع مراتي اللي نهار عرفت رجلي تقطعت ورزقي مشى واللي كان عندي تبخر بسبب الزلزال. درت لي اكبر شمس العشيه، المهم غادي نعاود لكم عليا وانتم نصحوني. كذلك بغيت نطلب مصاحبه هذا المحتوى تطبق من قصتي وتحطها في اقرب وقت ممكن، حيت القصه ديالي مسجله وبغيتكم تنصحوني قبل ما ناخذ شي قرار. في البدايه غادي نجركم معايا الصور. انا خوتي كبرت وسط عائله متوسطه الدخل، الاب ديالي عنده الصناعه ديالو خدام على راسو، الام كانت قبل ما تزوج بالوالد خدامه، نهار تزوجت ولدت وليداتها مبقاتش كتخدم وكانت جالسه مقابله دارها. بالنسبه للخوت عندي جوج خوتي ذكورة وانا الثالث فيهم، عندي جوج خواتاتي بنات هما الصغارين فينا. جيت في الوسط ديال خوتي، الحمد لله الصغر ديالنا داز مزيان وكل شيء هو هذاك. دخلت للمدرسه بديت كنقرا، قريت من الاول حتى الباك ولكن ما جابش الله في الدراسه، حتى الخوت كنقلب على خدمه. راكم عارفين الخدمه في المغرب كيفاش دايره، منين كتقرا كتخرج لصنع على خدمه لا وظيفه، حتى متكرفيش الخدمه عند الناس ما كتلقاهاش، كتبقى تقلب تقلب عاد الى لقيت فاش تخدم. بقيت كنقلب والو ما جابش الله الخدمه، حتى الى خدمت ما كنطولش فيها، الجهد اللي نخدم سيمانه وجوج كنرجع نجلس. المهم بقيت بحال هكذا لواحد المده، حتى صافي عييت بالجلس والراحه، كان خاصني ضروري نخدم ونتحرك، حيت الاب ديالي كان دائما كيقول لي نوض وليدي قلب على شي خدمه وسير تخدم على راسك، ما تبقاش غير جالس. واش غير ما ديتيش الباك وما نجحتيش فيه تبقى جالس؟ نوض دير لك شي حاجه في حياتك، خدم ولا سير شوف شي حرقه لاوروبا ولا عاود الباك ديالك ما تبقاش مربي يديك. بداك الوقت كان الاب ديالي كيشجعني باش نمشي لاوروبا بحكم واحد ولد عمتي كان في الخارج وكيدير خدامه من المغرب لاوروبا، كنت باغي نمشي مع ولد عمتي ولكن عمتي بحال ما بغاتش وما عجبهاش الحال، ما بغاتش ولدها يطلعني معاه بحكم ديك الساعه الاب ديالي ما كانش تشوجد ليه الفلوس ديال الكونطرا، كنطلب منه ولد عمتي يصبر عليه شويه. عمتي ما بغاتش ونا تحرشت علينا ولدها، قالت ليه الا بقيت حتى طلعت ولد خويا فلان بالكريدي ولا بلا فلوس راك غادي تحصل فيه تما، حيت هو فنيان وما عنده دراع ديال التمره والتكرفيس. بقى قالها قالت ليه ما بغاش هو يخدم حتى في المغرب، قال ليه مشي هي عندك باش يعطيها للناس وتحصل فيه، واش غادي تسكنوا معاك وانت مزوج ودي تاكلوا وتشربوا من الفوق؟ وماشي غير هكا خويا غادي يطمع فيك حتى انت تطلع كاع ولادو بلا فلوس. ايوا ولد عمتي ملي سمع هاد الهضره بحال قلب علينا، حنا كنا صراحه درنا عليه واحد الامل ورجعت كنحلم باش نمشي لاوروبا. ملي جاتني داك التبركيك صحيحه من عند واحد عمتي وحده اخرى، قالت لينا ودي فلان اختي ها ما قالت وها ما كاين، دابا نوض ولد خويا قلب فاش تخدم ونسى عليك الخارج، ولد عمتك راه ما غاديش يطلعك. ما نكذبش عليكم الخوت بقى فيا الحل، وما عجبنيش نسمع داك الكلام، ما حملتش راسي كنت باغي نمشي عند هذيك عمتي ونمسخ ليها حشاكم في وجهها ونقول لها الله يعين على اللي ما كيحشم، على زعما تقول هاد الهضره لولدها. ولكن ما خلانيش الاب ديالي، قال لي صافي ولدي خليها دبر راسها ورزقك انت ما وقفش على ولدها من تقول على عمتك، ربي كبير والرحمه ديالو واسعه. داكشي اللي كان قال لي يا ولدي الا كان مكتوب لك تمشي لذاك الارض وتعيش تما وكتب لك شي عيشه تما دابا تمشي بلا بهم، ولا ما كتب لكش تمشي واخا حتى يديك هاد ولد عمتك ما غاديش توصل ليها. بيني وبينكم من تما غادي نضرب على الفكره ديال اوروبا، كان الحلم ديالي غنخدم في بلادي ونحقق اهدافي. صراحه ملي كنت صغير كنت كنحلم نقرا ونكمل الدراسه ديالي،
حتى انا نتوظف ونخدم على يد الدوله، ولكنني ما جابش الله في الدراسه ولا في الخارج، كنت كنقلب على خدمه، بقيت كندير باني كل مره فاش كنخدم. حتى جاب لي الله واحد ولد الناس، تخينا كان الصديق ديال خويا الكبير، كان عندهم واحد القهوه غادي يرغبوا خويا عليا باش زعما نخدم عنده في ديك القهوه سربعي. قال لي ايه مرحبا به، غير يجي عندي وما يكون غير الخير، ما عليه القهوه ماشي ديالو، هاد القهوه غير ديال باه، ولكن صاحب خويا هو اللي توسط ليا مع باه، غادي نخدم ديك القهوه سربعي. بديت الخدمه ديالي معاهم، في الاول صراحه جاتني الخدمه صعيبه شويه، ما فيها الوقوف، خاصك تكون خفيف كتر هنا وكتمشي لهيه. ملي بديت الخدمه في الاسبوع الاول ما قدرتش، كنت باغي نخرج بحكم الاب ديال صاحب خويا كان صعيب، وغير غير كيغوت وما كيحترمش، ملي كيلقاي السرباي واقف ولا كيهضر مع شي كليان كيبقى غير كيخاصم. بيني وبينكم كانت النفس ديالي عزيزه عليا، وما كنبغيش لي زعف عليا، وما كنبغيش لي غوت عليا. ملي كيخاصم عليا شي واحد ما كيعجبنيش الحال، ناوي نخرج من هذيك القهوه نهائيا، ولكن خويا قال لي لا ما تخرجش صاحبي، راه ضروري خاصك تصبر شويه وخاصك ترضى، ما تبقاش كتسحكر في الحاجه كثر من لقيت. كان كيقول لي لا بقيتي بحال هكا دغيا غادي تغضب، ودغيا غادي تقندش، ودغيا غادي تعصب وتمرض. قال لي والله خويا الا الخدمه هي هذه، قال لي الا بغيتي تخدم راه خاصك تسمع بزاف، الا بغيتي تعيش خاصك تحط الراس وترضى بزاف وبدل، راه هذه هي الحياه، انت ما عندك لا وظيفه لا صنع لا ديبلو. قال لي غادي تبقى تخدم غير عند الناس، انا هاد الهضره ديال خويا لقيتها على صواب، غادي ندير بها. اول حاجه درتها هي صبرت وحطيت راسي للارض وبقيت خدام ديك القهوه. ثاني حاجه نضرت واحد الدبلوم تحت مني، وكنت درت حتى التكوين المهني، بعد منها غير جمعت شويه ديال الفلوس نطت دخلت دوزت البيرمي. في الاول دوزت البيرمي غير ديال الطوموبيل، وغادي نبقى مده على ما جمعت شويه، وغادي نمشي عاود ندوز البيرمي الكبير ديال الكار. بالنسبه للبيرمي ديال الطوموبيل كنت احتاجيتو بحكم خويا كان عنده الطوموبيل، كان كيعطيني نسوقها مره مره، بصراحه الطوموبيل كتحتاج، اما بالنسبه للبيرمي الكبير ما كنتش كنحتاجو، خبيته عندي وصافي. غادي نبقى بحال هكذا من بعد ما دازو سنين تقريبا شي ربع سنين، غادي تبان ليا واحد البنت وعجبتني بزاف، كنت كنشوفها مره مره كتجي لديك القهوه عند صاحب المحل، ملي كتجي كتجلس معاه في لاكيش شويه من بعد منها كتخرج كتمشي بحالها، كنبين عليها عاد كتقرا حيت كتجي حامله الشكاره ديالها. هاد المرات كتجي وهي وشي بنات صحاباتها. ملي شفتها المره الاولى الثانيه الثالثه عجبتني، قررت نسول عليها هي شكون وعلاش كتجي لديك القهوه وشنو كيجيها مول المحل يعني مول القهوه. في الاول كنت كنعتقد بلي هو الاب ديالها، ولكن طلعت غلط ملي سولت عليها، غادي نعرف بلي هي بنتو يعني الحفيده ديالو. المهم ملي عرفت هي شكون غادي نوض يزغبني الشيطان، مشيت كنتبعها. الوقت اللي كانت كتجي عندنا القهوه باش تشوف جدها، كنت كنخرج من القهوه كنتبعها بلا ما تشوفني لا هي ولا جدها، بقيت كنتبعها حتى عرفت فين كتقرا فين ساكنه، بيت منها غادي نبقى دائما كنمشي لعندها، كنبقى مراقبه غير من البعيد. واحد النهار قشعت نتابع فيها ما عجبهاش الحال، ولي تجي عندي دارت فيا دورة شيطانية. قلت لها اجي نتا لهنايا ديما كنشوفك تابعني، واش خالي هو اللي محرجك عليا ولا شكون؟ ياك ما با سيدي هو اللي دور معاك باش تبقى تتبعني وتحضيني. حسيت بيها بحال هانت من داك الكلام، ولكن غادي نجي للحقيقة. قلت ليها الأخت أنا ماشي كيف ما كيحسابلك، أنا مطلب مني حتى شي واحد نتبعك، حكا نتي رايك عجبتيني وصافي وقررت نتبعك. قالت لي بيك انت خدام سربي في القهوه ديال با سيدي؟ قلت ليها اه خدام عندهم، وهي ضحكات قالت لي بلي نعرف راسك انت غير واحد سرباي وفي قهوه جدي، علاش كتبع فيا؟ اشنو بغيتي مني؟ بقات كتجبد وكتطند عليا بحال المسكه. انا ما رضيتش تقول لي ديك الهضره حيت كانوا معاها شي بنات وحسيت بالاهانه في حقي، ديك الساعه غادي نسمح فيها. قلت ليها واخا ما قلتي عيب وجيت غادي بحال سمعتها كتقول البنات اللي معاها كتقول لهم شتي هذا راه غير سربي في قهوه جد، وحاس فراسو ما عرفت اشنو جاي تابعني. وحده قالت لها سيري عند باك سيدك وقوليها ليه باش يجري لي هنيت ويجلس ديك الساعه على خدمه لردنا. بقاو بيخ بالضحك، صراحه ما عجبنيش الحال، تعصبت وكرهت راسي وفي نفس الوقت حاولت نمتلك اعصابي. كان كيقول لي عقلي غير ندور نعطي لهذيك البنات هذيك البنت اللي معاها جوج الترفيقات حتى نقلب لها وجهها من بعد نمشي بحالي، ولكن تحكمت في اعصابي قلت لا ما نتصرفش خليهم انا اللي فيا العفوت. مشيت كبرت البعجره نشا البرهوشات الاخرين، انا اللي عطيتهم قيمه اما هما ما يستاهلوش. ومشيت رجعت للخدمه ديالي وانا طالع ليا الدم، ما كانش عاجبني الحال تهضر معايا بديك الطريقه. ثاني حاجه كانت البنت كتعجبني، ملي قالت لي هذيك الهضره ما بغاتش تدوز ليا من الذاكره ديالي، واخا درت معايا خايب ونقص مني ما قدرتش نزولها من عقلي. انا كانت عندي واحد العقليه في شي شكل، مثلا سمعت لعب عند شي واحد ولا ما عجبنيش الحال عند شي واحد كنضرب على النمره ديالو، ما كنبقاش كنهضر معاه ولا كنفكر فيه. ولكن هاد البنت بالذات ما بغاتش تزول من الذاكره ديالي، كنت دائما كنفكر فيها وكتجي الصوره ديالها قدامي.
اما منين كانت كتجي للقهوه كنت كنبقى متبعها بعينيا بلا ما نحس، حتى كنلقى راسي كنشوف فيها وعندي عليها واحد اللافه باش نمشي نسول فيها ونهضر معاها، ولكن ما كنتش كنبغي نبين راسي قدامها بلا قيمه ولا ما عنديش العز على راسي. كنت كنشوفها وكنقلب وجهي منها غير باش ما نطيحش من قيمتي قدامها، ولكن عيني والنظرات ديالي ليها كانوا فاضحيني بلي انا معجب بيها. بيني وبينكم كنت كنحاول ما نبينش ليها على داك الاعجاب اللي كنت كنحسو من الجهه ديالها باش ما تطيحش بيا، حيت كانت كتشوفني غير سرباي عند جدها لا اقل ولا اكثر. المهم هي هذيك بقيت خدام قد ديك القهوه سرباي، ولكن كنت كنقلب على راسي من جهه اخرى، كنت باغي نبدل الخدمه وما نبقاش سرباي عند الناس حياتي كامله. داكشي علاش كنت اللي تلاقيتو كنهضر معاه وكندخل راسي مع الناس، كنسول هذا كنستشر مع الاخر. كان ملي كيجي عندنا شي واحد للقهوه كنبقى كنبحث فيه وكنبغي نعرف هو فاش خدام باش ندبر على راسي معاه. غادي نبقى بحال هكدا حتى لواحد النهار غادي نتلاقى مع واحد خينا نسيبو لاباس عليه، عنده واحد البروجي كيخدم معاه الشباب، وانا غادي نبقى لاصق فيه. بقى لاصق فهاد خينا اليوم غدا حاول ندير معاه صداقه باش يوقف معايا ويهضر ليا مع نسيبو. فعلا بالسياسه ولسان الحنون والمعامله الحسنه غادي نقدر نرجع الصديق ديال هاد السيد. من بعد منها كنت جلست معاه هضرت انا وياه، طلبت ورغبت فيه باش يتوسط ليا مع نسيبو باش يخدمني معاه، وقال لي كون هاني انا غادي نفكر عليك صاحبي. فعلا هو غادي يديرها معايا بالرجوله، انا تكلم مع نسيبو عليا غادي يدير لي بلاصه معاهم. منين قد ديال الامور مع نسيبو جا عندي قال لي سيدي راني توسط ليك مع السي فلان، الا بغيتي توكل على الله يلا تمشي معايا باش نضربو الحديد ما حد سخن. درت الكلام ومشيت معاه، كنت غادي وانا متخوف حيت ما عنديش الباك، هو كان خاصو ضروري يكون عندك الباك وتكون عندك واحد الخبره باش تقدر تخدم معاه في ديك البروجي. هي هذيك مشيت معاه على ربي وصافي، قلت غادي نرمي الشبكه على مولانا الكريم، يا الى قبلني نخدم معاه فيها هي فيها وفي الخير، ما كتبش معليش خيرها في غيرها. دخلت عندو تكلمت معاه، صراحه جبد عليا حس مش جبد عليا لا حس ديال الباك ولا ديال الخبره بحكم صاحبي كنرغبو عليا. عاود لي عليا كلشي، قال له ديري له نقيقي باغي يخدم على راسو والحد ما مسعفوش، واشنو واللي كاين وعلاش وكيفاش. المهم ما صعبش عليا الامور، كنطرى عليا بعض الاسئله صافي. من بعد منها قال لي غادي نخدمك معايا، شوف انت الوقت اللي يناسبك واجي تخدم على راسك. ما نكتبش عليكم فرحت بزاف شكرته. من بعد منها خرجنا وانا فرحان، قلت للصديق ديالي ما عمرني نسالك الخير ديالك. قال لي عادي مرحبا، اي حاجه بغيتيها غادي نوقف معاك فيها بحال غادي نوقف مع خويا الصغير. فينا هو غادي يتعامل معايا زوين. المهم منين لقيت الخدمه غادي نمشي للقهوه، حطيت لهم الطابليه ديالي قلت لهم انا غادي نخرج. منين عرفوني غادي نحبس الخدمه تصدموا، حيت خدمتي كانت عاجبهم وكنت عارف السيرفيس ديال القهوه مزيان، كذلك الكليين كانوا كيبغيو يتصرفوا معايا انا. ما كاينش شي كليين دخل القهوه ما يسربيش ليه انايا، كنت واحد الانسان كيخدم في ديك القهوه بالروح اللي مريحه. ما عمرني نكشف وجه شي كليان ولا تصرت على شي كليان، كنت محترم راسي وكاع الناس كتبغيني وكاع الناس كتبغيني انا اللي نتكلف بالطبله ديالهم ونسربي عليهم. اما مول القهوه منين طلبت منه يتحاسب معايا حيت ما بقيتش غادي نخدم معاه صدمت، وقال لي رجع الطابليه ديالك صاحبي وسير تخدم على راسك، مالك صعب علينا هذا الصباح. حسابي بلا انا طلب الزياده في الخلاص، قال لي سير تخدم غادي نزيدك 200 درهم في الشهر. قلت ليه لا سمح ليا ما بغيتش الزياده، انا راني قلبت على خدمه وغادي نخدم. منين قلت ليه بحال هكذا بحال ضربوا الضو بقى يابس بلاصو، وفي نفس الوقت ما قال لي والو، تحاسب معايا عطيتو الطابليه ديالو ومشيت بحالاتي. ديك الساعه قال لي اللي عاد عرفوني خرجت من القهوه، خويا اللي كان توسط ليا في الخدمه ديال القهوه ما عجبوش الحال نخرج من عندهم. قال لي كون غير بقيتي خدام دوك الناس مزيانين كانوا كيشكروا خدمتك وهادي وكديك. قلت لي اسمح لي اخويا دير ربع ساعه وما كيسربيو على داري في ديك القهوه ونفس الثمن. مني بغيت نخرج قال لي نزيدك 200 درهم في الشهر. ديالاش هاد 200 درهم؟ قلت لي انا لقيت خدمه احسن من هذيك، غادي نخدم بواحد الصالير زوين، خدمتي بحال شي موظف بالوقت ومرتاح، خدمه نقيه وزوينه. قال لي واخويا الله يسهل عليك توكل على الله ودير اللي يخرجك. فعلا درت مخروجي مشيت كنخدم في الخدمه ديالي الجديده، غادي نبقى خدام وغادي مزيان في حياتي. كان الخوت عندي يعني التوقيت الزمني ديال الموظف، كنخدم من 8 ديال الصباح حتى الوحده، من 2 ل4 ديال العشيه كنمشي للدار كنرتاح مع راساتي. غادي نبقى بحال هكذا داروا الايام وداروا الشهور، غادي نلقى واحد الخدمه من 8 ديال الليل حتى 12 ديال الليل. كنت تقريبا كنخدم فيها 4 ديال السوايع وكنرجع للدار. الحمد لله كنت شاد في الصح ورجعت كنتخلص واحد الخلاص مدوبل، مع ان الحمد لله ما مبلي ما فيا الدخول وخروج للقهاوي، كنت حدودي ولا خدمته كنخبيه تحت مني، حتى من المصروف ديال الدار ما كنتش كنصرف. كان الاب ديالي وخوتي مكلفين بكل شيء
وانا قليل فين كندخل عليهم ديك البركه ولا كنعطي الام ديالي باش تكسي راسها. اما في معظم الاوقات كنت صراحه شحيح ما كنبغيش نضيع الفلوس، غادي نبقى الخوت غادي بحال ما هكذا. منين جمعت واحد النصيب تحت منين وتشري الطوموبيل هي الاولى محرمة لي. في الاول كنت مره كنستعمل المواصلات بحال الطوبيس الطاكسي، بعض المرات كناخذ الطوموبيل ديال خويا، ولكن واحد المره سمعت بلي مراتو كتخاصم عليا لو ديت الطوموبيل. ديك الساعه كان معايا مراتو، اتصلت عليه قالت لي واش ديك الحديده مازال عند خوك؟ واش ما تجيش تجيبش الطوموبيل من عنده، راه عيق. ويا باش انا ما نسمعوش نرد بعد عليا كان كيهضر معاها، ولكن اللعب سبحان الله دغيا كيوصل. انا ما كنرضاش نطل. خد ديك الساعه حطيت الاخ ديالي السوارت، قلت له خويا ها سويرتاتك والله يخلف عليك، ما بغاش. وقال لي لا غير خليهم عندك، علاش كتعطيهم ليا؟ انا ما كنحتاجش الطوموبيل بزاف، ماشي مشكل، ولا بقات عندك راه بحال في الحفظ والصون. انا ما بغيتش، قلت ليه لا خويا حكا راني جيت وحده وغادي ناخذها ان شاء الله. ديك الساعه ما كانت باينة ليا حتى شي طوموبيل صراحه، انا غير قلت ليه بحال هكذاك وصافي. ولكن داك الاسبوع نيت نضر نفس فيا وبقيت كنشوف شي طوموبيل. في الاول كنت باغي ناخذ طوموبيل تكون رخيصه ومستعمله، ولكن ما لقيتش شي حاجه اللي نقيه، كنت خايف غير نشري شي وحده ونصدق خاسر عليها من جيبي. نوض شريت طوموبيل جديده، صاحبي هو اللي شجعني عليها وقال لي غتاخذ طوموبيل يعني مزيانه، قال لي لا غتاخذ وحده سلاكيه ب 6 ولا ب 7، زيد واحد 5 د المليون وشري حاجه زوينه. مهم داكشي اللي كان، كنت جامع شويه ديال الفلوس شويه سلفهم ليا صاحبي، مشيت دبرت لكم طوموبيل دوبل في يعني خارجه وزوينه على قد الجيب، واخا زعما ماشي دوبل في جديده ولكن زعما مازال نقيه. المهم هي انني درت الطوموبيل، بقيت غادي في حياتي دقه بدقه. الحمد لله كلشي كان هو هذاك. ملي درت في العمر ديالي 29 سنه غادي نتعرف على واحد البنت كانت خدامه معايا، كنت كنشوفها في الصباح وفي العشيه. بيني وبينكم كانت كتجيني عادي، يعني ما كانش عندي شي كانش اعجاب من الطرف ديالي انا، ولكن هي اللي كانت معجبه بيا وهي اللي كانت كتحاول توصل لي داك الاعجاب ديالها من خلال الشوفات ديالها ومن خلال تصرفاتها. بيني وبينكم كان عندي زايد ناقص ما عطيتهاش اهميه. هي ملي شافتني قلب عليها حاولت دير المستحيل باش تلفت الانتباه ديالي. السيده رجعت كتعطل في الخدمه بالعاني باش تبقى معايا في مكان العمل، مع العلم هي كانت كتخرج قبل مني بربع ساعه، ولكن من بعد رجعت كدير الروطار باش نخرجوا انا وياها قد قد، وماشي غير هكذا وصافي. رجعت كطلب مني نهزها معايا في الطريق ديالي، والمشكل هي ماشي حتى في الطريق ديالي، خاصني الا بغيت نوصلها نضرب مسافه كبيره نحطها في الحومه ديالهم عاد نقلب الدوره ونشد الطريق اخرى باش نمشي انا للدار. في الاول كنت كنحشم منها وكنقول معليش السيده حشمتني وطلباتني نوصلها، ماشي مشكل. فعلا ديتها المره الاولى الثانيه، بعد منها غادي تطلب ليا الرقم ديالي الخاص، عطيتو ليها على وديت شي خدمه قالت لي ما فهمتهاش وباغياني نتعاون معاها عليها. ولكن السيده غادي ترجع كتميساجا معايا وكتصيفط ليا في الاغاني الرومانسيه بحال بديت كنعيق، وماشي غير هكذا. نضت طلقت الاجابه اللي انا وياها زعما كوبل. انا ما عجبنيش الحال، كنت باغي نمشي ندير ليها شي سروال هو هذاك، ولكن ما بغيتش نطيح بوجهي قدام الزملاء ديالنا. حاولت نقلب عليها وصافي، بدلت الرقم ديالي نتا لي حاجه كنت كنعطيها النخال، وشي حاجه لداخل ديالي كنت كتقول لها علاش فلان كتكبر على البنت باينه هي معجبه بك وكتبغيك، علاش ما تعطيهاش شي فرصه وتهضر معاها؟ ولكن الخوت ما بغيتش بحكم ما كنتش مرتاح ليها، وكنقول لها لا 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 لا، الا غير نضحك على بنت الناس ونعطيها امل تتعلق بيا اكثر واكثر غير بلاش، اللهم نبقى عطيها النخال وتفهم راسها ولا نمشي نتقرب منها ونعلقها فيا اكثر من الاول. في الاخر نكذب عليها راه ما يمكنش. صافي بقيت قلب عليها، وفي نفس الوقت كنحاول نعطي راسي وقت باش نخمم مزيان ونرتب الافكار ديالي ونحاول نتقبلها في حياتي، والا كتب المكتب نتكلم معها. ديك السيمانه نيت غادي توقع واحد الحاجه اللي غادي تقلب ليا الافكار ديالي وتقلب حياتي كامله، واللي وقع اخوتي هو القدر غادي يرجع يلاقيني مع البنت اللي كنت تعرفت عليها في القهوه وبغيت نهضر معها، وهي تعفرت عليا وتكبرت عليا. كنت الخوت تلاقيت بها في المكان ديال العمل ديالي، جات يوما يقضوا بعض الاوراق انا غادي نتلاقى بها في فم الباب ديال الخدمه. ملي شفتهم دخلوا عرفتها قلبي كيضرب كذا، وحسيت بواحد الاحساس في شي شكل. بقيت حاط عليهم، هي في الاول ما عرفتنيش ولا بحال ما توقتش ليا ولا ما نعرفت. السيده كتبان ليا قالبه عليا وجهها. ملي دخلت نقاد بعض الاوراق عند الزميل ديالي، ملي دخلت نقاد بعض الاوراق عفوا عند الزميل ديالي، صافي بقيت انا حاضيه، ولكن هو ما قداش معاه الغرض، كان نقصنا بعض الاوراق بحال لا غير بغى يصعب معاهم الخدمه. ملي شفتها ما قدتش مع دوك الاوراق غادي نمشي نقول ليها اريهم انا نتكلف لك بهم. ملي شافتني تما
وعرفتني غادي نتكلفلها بيهم، بقات غير كتشوف قالت لي واش انت هو فلان الفلاني. اللي قبل ما تكمل داك كلمه لي زعما ديال كنتي سربعين عند باكسيتي، قطعت كلامها قلت لها اه كنت سربعين عند باكسيت كل يوم انا موظف هنايا. تبسمات بقات غير كتشوف فيا، مشيت قديت ليها الوريقات ديالها خديتهم ليها، شكراتني بزاف وقالت لي لهلا يخدك. مشات بحالاتها ولكن ما مشاتش من الذاكره ديالي، بقيت كنفكر فيها. غادي نرجع للماضي وغادي نتفكر كلامها، كنت دائما كنتخيل قدامي وجهها، لكن كان عندي عادي ماشي شي حاجه. غادي نبقى واحد الشهرين ولا اقل، ما عقلتش بالضبط حتى لواحد النهار ديال الحد كنا معروضين عند الاخ ديالي للغدا. حنا يلا جلسنا كنتغداو والتليفون ديالو كيصوني، شاو غدر فيه، حنا كنا كناكلو عادي، شويه سمعنا كيقول لي الله اكبر الله اكبر الله يرحمه ويسع عليه. بقينا جالسين بلاصتنا ما عرفنا باش تبلينا، حنا كنحسب لينا واحد عمي مسكين هو اللي مات حيت كان مريض، ولكن ملي كمل المكالمه ديالو غادي يقول لنا باللي مول القهوه اللي كنت انا خدام فيها جاتو سكته قلبيه وغادي يموت، يعني جد البنت اللي كنت معجب بها هو اللي غادي يموت. منين عرفتو هو اللي مات حطيت الخبز من يدي، حيت بقى فيا واللي بقى فيا اكثر هي البنت، حيت كانت متعلقه بجدها بزاف وكانت كتبغي لواحد الدرجه لا توصف. المهم الخوت هنا ديك الساعه غادي نوضو نديرو الواجب ديالنا معاهم، حيت راني كنت خدام في رزقهم لمده ديال 4 سنين، باش تمنهم غير الخير والاحسان. المهم مشيت انا والاخ ديالي وحتى الوالد وقفنا معاهم، حضرنا للدفينه ديالو الله يرحمه، كانوا شدونا نرجعوا الصدقه ديالو. مشينا في الليل غادي نوض انا نتعاون معاهم في العشاء، كنت كنسربي معاهم انا واحد الزميل ديالي كان خدام حتى هو معايا في القهوه. المهم كنا كنسربي وغادي نشوف حفيدتو غير كتبكي، ملي شفتها كتبكي بقات فيا غادي نغتنم الفرصه، مشيت عزيتها في جده، هي غير شافتني بقات كتبكي قالت لي با سيدي مات، بقات كتشهق بلا ما نحس غادي نلقى راسي كنواسيه. بقيت كنصبرها كنحاول نخليها تنسى شي شويه، المهم هضرت معاها خير ربي من بعد منها مشيت، ولكن ما مشيت حتى كنت خديت الرقم التليفون ديالها بس زعما نطمئن الحاله ديالها. من ديك الساعه وانا كنصيفط ليها في لي ميساج كذلك كنسول فيها، مع العلم ماشي هي اللي عطاتني الرقم التليفون ديالها، لا كنت خديته من عند واحد بنت عمها رغبتها وطلبتها باش تعطيني الرقم ديالها باش نتواصل معها، عطات لي الرقم. من بعد منها غادي نبقى كنهضر معها من داك الموت ديال جدها وانا كنهضر معها، في الاول كنا كنهضروا غير في التليفون، من بعد غادي نطلب منها تلقى بيا. طبيعه الحال وافقت، مني جدها قبلت تلقى بيا فرحت بزاف واحد الفرحه ما من بعدها فرحه. تلاقيت بها هاد المره شفناها حاطه ديال الراس كتعامل معايا زوين، وكانت شكرتني وقالت لي شكرا فلان انت خففتي ليا الحزن اللي كان في قلبي، وكل ما كنتي انت في دوك الايام خففتي ليا الفرق ديال باسيتي، يعلم الله شنو كنت غادي ندير في حياتي. بقات كتبكي شدت ليا في يدي قالت لي اسمح ليا راه واحد الوقت كنت نقصت منك. قبل ما تكمل الهضره ديالها قلت لها بالعكس انت عطيتيني واحد القوه كبيره وخليتيني نكون واثق من راسي اكثر من الاول. المهم هضرنا انا وياها بواحد الطريقه زوينه مؤدبه، من تما غادي يرجع بيني وبينها واحد التواصل بشكل دائم. رجعت كنهضر معاها كنسول فيها بشكل يومي، وحتى هي كانت كتهضر معايا وكتواصل معايا. غادي نبقى بحال هكذا حتى دار بيني وبينها عام. ديك الساعه لقيت راسي غارق في الحب ديالها، كنت باغي نعترف ليها بلي انا معجب بيها وكنبغيها وباغي نكمل معاها حياتي، ولكن كنت كنخاف لا ترفضني ولا يكون عندها شي راي واحد اخر وتصدمني في الاخر فيها. الوقت اللي كنت كنبغي نصرحها بالاعجاب ديالي ليها كنلقى راسي متردد وغادي نبقى بحال هكذا حتى النهار اللي تلاقيت بها على برا، غادي نعترف ليها بكل شيء. ما عرفت هذاك النهار كيفاش وقع لي حتى جيتها الصراحه وقلت لها على المشاعر ديالي كامله. هي من بعد ما قالت لي والو، بالعكس عجبها الحال بزاف، قالت لي بلي حتى هي عندها واحد الشعور زوين من الجهه ديالي. ديك الساعه هضرنا في المعقول، قلت لها شوفي يا بنت الناس انا راه فعلا كنبغيك وباغي الزواج والمعقول. قلت لها انا ما باغيش نترونديفا معاك، ما باغيش نخرج معاك بدون سبب، انا باغيك الزوج والحلال، الا قبلتي عليا مرحبا، ما قبلتيش نساي. هي بلا ما تفكر ولا تستاشر وافقت بالزربه، قالت لي اه انا قابله العرض ديالك وغادي نوافق على زواجي بك. كتبش عليكم فرحت بزاف وليت تفرحني كثر، هي قالت لي اجي لدارنا وخطبني من عندهم. قلت لها لا هي الاولى، مشيت عند والديا فتحت معهم الموضوع ديال الزواج، قلت لهم انا باغي نتزوج. طبيعه الحال ما وقفوش في طريقي، بالعكس فرحوا ليا، بالخصوص منين قلت لهم بلي البنت اللي غادي نتزوج بها كتجي للناس اللي كنت خدام عندهم. صراحه ما قالوا لي والو، ولكن خويا الكبير ما عجبوش الحال وقال لي خويا كون شتي اسماء بنت فلانه حسن ليك، اما هذيك البنت راها طايشه وما عندها عقل. ولكن انا ما ديتهاش في الهضره ديال خويا، قلت له خويا انا عجبني البنت وغادي نتوكل على الله، وقال لي منين كتوكل على الله يسهل لك الامور. ومشينا خطبنا البنت، ولكن هما شرطوا ليا الدار، قالوا لي خاصك تكون عندك الدار ديالك، ما يمكنش بنت تسكن في وسط خوتك.
انا ما كانش عندي مشكل، نط الخد في التسبيق في واحد الدار كانت مبنيه، الدار كبيره وزوينه، كنت نسيت قرض من الباكا باش قدرت نكمل الخلاص ديال الدار. ما تزوجت بهاد السيده حتى كملت الدار بالفراش، تكملت الدار بالفراش، كنت شيت ليها كل شيء جديد اللي طلباتو درتو ليها، والله يسمح لي غادي نوض نخدم بشكل غير قانوني، كنت كندير شي تصوير في الحسابات باش زعما نربح اكثر. عارف راسي غلط، ما بغيتش نخبي عليكم الحقيقه ديالي، ما غاديش نعاود لكم عليا غير الجانب الزوين، لا غادي نعاود حتى قصتي اللي صراحه كان فيها بزاف ديال الحوايج، ونقول لكم الاخطاء اللي كانوا فيها. كنت غشيت رب العمل ديالي غادي ندخل من عنده فلوس صحيحه بلا ما يحس بيا، يعني صبت عليه هادشي على ود مراتي، حيت هي طلبت لي عرس يكون كبير، طلبت مني شي حوايج اكثر من الجهد ديالي، حيت كنت كنبغيها ما بغيتش نخسرها ولا نضيع ليها خاطرها، درت لي عليا وكثر باش قدرت ندير ليها العرس ديالها اللي كان دايزو الكلام. من بعد العرس مشيت حجزت ليها اسبوع في اكادير، غير داك الاسبوع ديال شهر العسل خليت فيه 3 المليون، غير ديال الكساوي والخروج والماكله بلا الحجز ديال لوطيل، بقى عليا بكلشي قريب 5 المليون. داكشي اللي كان عندي يعني خسرته عليها، وكان عندي دا عادي، الضحكه ديالها كانت كتسوى عندي مال الدنيا كامله. المهم دوزنا الوقيته ديالنا اللي دازت زوينه بزاف، بعد منها رجعنا للدار وغادي نبدا انا وياها واحد الحياه رائعه. كنت متعه تمتع، اللي طلباتو مني كنجيبو ليها، واللي بغاتو كنوفرو ليها، حتى من الماكله ما كانتش كتعرف تطيب، ما كانتش كتعرف تطيب نهائيا. ملي كنت كنرجع للدار كنلقى مثلا مطيبه شي حاجه ما جاتهاش زوينه ما كنعيبهاش عليها، كناكلها بالسيف عليا واخا ما فيها ما ينتكل، كنغمض عيني عليها وكناكلها. هادي في حالتي الا دارت لينا شي ماكله، اما هي كانت سالقه ليا مصرني غير بالباط والباستا، ما كاين غير المعكرونه بالبيشاميل، معكرونه بصوص طوماط، ملي كنبغي زعما نتفنن كدير معكرونه بالكفته والفرماج، ولا كانت كتجيب ليا اندومي وتقول لي اليوم بغيت نتعشى باندومي نديرو عشاء خفيف زعما ظريف بلا ما نكثروا علينا. يسمعها يقول كانت كتعيشني بالكرهين وكتعيشني بالكرهين والتقليه، حنا موالفين ناكلو غير المعجنات في المعجنات. والله العظيم الا كنت توحش طويجنات المرقب الخرش فلفت وخيزو، ملي كنت كتوحش ناكل طويجنات كنهزها النهار ديال الحد كنخرجو ناكلو برا، الماكله ديال برا ماشي بحال ديال الدار، كاين فرق كبير. باش ما نقلقهاش ملي كنت كندير ليها خاطرها كنقول هي مازال ما عارفاش طيب، ماشي مشكل نصبر معاها حتى تتعلم. معلم كانت بعض المرات كتبغى تبين ليا بلي هي كدير المجهود باش تتعلم تشقى، ولكن هي كانت كتبغي تمثل عليا الدور ديال كندير مجهودي وهي غير كتنافقني وصافي. ما كانش عندي ادنى مشكل، كنت صابر معاها، المهم بقينا عايشين انا وهي واحد العيشه اللي بلا مشاكل، ما عمرني تناقشت معها ولا تغنيت معها، كنت انا وهي عايشين بلا مشاكل، بقينا بحال ما هكذا. من بعد ما داروا ايام قالت لي انا خاصني ندوز البيرمي، قلت لها هي مرحبا، فعلا مشيت دوزت ليها البيرمي، غادي نعلمها في الطوموبيل ديالي، كنت كنعطيها كل عشيه تطلق فيها يديها. ملي خدات البيرمي ديالها غادي ترجع هي اللي كتسوق الطوموبيل ديالي، رجعت انا كنشد الطاكسي وهي اللي كتبقى عندها الطوموبيل، كل عشيه فين كتمشي بيها، ما كنتش كنزول ليها الال ديالها ولا صحابها، صافي ما بغات تمشي كتمشي بلا حتى ما تتشاور معايا، كنت دارت الثقه ديالي فيها الكامله وما كنبغيش نربطها في الدار، كنت مخليها تاخذ الحريه ديالها كيف ما بغات، غادي تبقى بحال هكذا. من بعد غادي تحمل، ملي عرفت تحملها فرحت واحد الفرحه كبيره، وغادي نزيد نتهلا فيها اكثر من الاول. رجعت داير ليها من الدنيا جوج، كانت واكله شاربه مكسيه قبل ما تقول اح راسي كنجري بها عند الطبيب. ملي قربت تولد مشيت تفاهمت مع واحد الكلينيك هو اللي غادي يولدها، مع العلم ولدت طبيعي ولكن ولدت في الكلينيك غير باش يتهلاو فيا عاوتاني الاسبوع درتو ديال بنتي ملكي، الناس اللي ولدت العزري وما دارتش الاسبوع اللي درت للبنت انا، كلشي جا وكلشي فرح. من بعد اسبوع نجبت الوالده جلست معنا قبل ليا المراه وبنتها حتى دارت شهرين، عاد امي مشات بحالتها، بقينا الخوت متعاونين انا وياها على التربيه ديال بنتي. كنت كنمشي نخدم ملي نجي للدار نهز عليها البنت ونبدل ليها رد ليها، ولا رجعت ولقيت ما كاينش العشاء كنبغي نديرو انا بالضحك واللعب. ما عمرني قلقتها، وحتى هي الصراحه كانت كتعامل معايا مزيان، ما كانت مضيعة عليا لا والو. بالنسبه للحقوق كزوج كناخذهم من عندها، الصراحه ما كانتش حرماني تمشي حاجه، انا ما كنتش كنبزز عليها شي حاجه اللي هي ما قداش عليها ما كنديروهاش، غادي نبقى بحال هكذا. وكانت الخوت واحد المره خرجت تقدا شي حوايج، دارت واحد الحديث سير هي اللي كانت فيها لافوت، قدر الله دخلت الطوموبيل ديالي وحتى ديال السيد اللي دخلت فيه، دخلت فيه واحد الدخله خايبه، ديك القصيده خليت فيها القطة
طول بالطا كيف ما كيقولوا ديال الفلوس غير باش ما توصلش للمخزن. وقفت معاها الوقفه ديال الرجال وكانت هي تقسمات وتخيطت من وجهها قريب سد الغرزات جات هاد الضربه في النيف ديالها. منين مرات بقات عندها ديك البلاصه مشوهه، انا تخسرت عليها الفلوس ومشيت درت لها عمليه تجميل غير باش تبقى على راحتها، وصلحت الطوموبيل ديالي وصلحتها ديال الراجل اللي دخلت فيه. ما ماني وبختها ولا قلت ليها علاش ولا كيفاش، زيد عليها ما كنتش كنخليها تحل فمها، اللي طلباتو ليا كنعطيه لها، كنحاول نوفر ليها كل شيء قبل حتى ما تطلبو. غادي نبقى بحال هكذا مع مرور الايام، غادي من بعد حتى على الاهل ديالي، غادي نرجع كنروم لنسابي والاهل ديال مراتي، حيت الاهل ديالي ما كانوش غاديين للتعامل ديالي مع مراتي، كانوا كيقولوا ليا انت راك مفشا اكثر من القياس وانت راك مدسره عليك، علاش رجعتي بحال هكذا؟ واش انت هو فلان اللي كنتي معنا قبل الزواج؟ واش انت هو فلان اللي كانت عندك الكرامه ديالك فوق من كل شيء؟ واش انت هو فلان اللي ما كنتيش كترضى حتى من الاب ديالك؟ دابا تخيتي داتك في جيبها تحلفوا عليها ساحرك ولا موكلك مخضبع. كيقولوا لي انت غادي وحليها فمك بصدامك حتى هو، كيقولوا لي جمع شويه وكل شويه علاش كتضيع رزقك بحال هكا. انا ما كانش كيعجبني الهضره ديالهم، حيت كنت كنقول لهم انا هذه مراتي ومتفاهم معاها وعايشين السعاده، علاش هما كيقولوا لي هاد الهضره وكيخرجوا العيب بحال هكذا؟ كنت كنقول لهم هذه مراتي ومن حقي نتهلا فيها، حيت هي اللي غادي نلقى في جنبي من بعد وهي اللي غتكون السند ديالي، كذلك هي راها ام وليداتي. المهم اللي كان كيقول لي عليها شي كلمه ديال العيب كندور فيه قبل ما يكمل كلامه. في الاخر قلبت عليهم ورجعت كنروم لنسابي، ما كنتش كنخرج عليهم نهائيا، وحتى هما كانوا كيجيو عندنا قليل في القليل فين كنت كنعرض على الاهل ديالي ولا كنمشي عندهم. غادي نبقى على حالي بحال هكذا حتى النهار اللي غادي توقع الكارثه العظمى وغادي يضرب الزلزال. داك النهار ديال الزلزال مراتي ما كانتش في الدار، كانت عند الاهل ديالها، حتى انا كنت مشيت عندهم، كنا داك النهار كامل عندهم تغدينا تما في العشيه، درت الكوتيتهم رجعت للدار ديالي الا وديت شي خدمه كنت غادي نخدمها. اما مراتي جلست تبات عندهم، علما كانت اول مره كتبات عند الاهل ديالها. هذيك الليله طلبت منها الام ديالها تجلس معاهم، انا قلت لها صافي خير جلسي. فين جلست مشيت انا بحالي للدار، المهم مشيت خدمت شي مسائل عندي ديال الخدمه. منين كملت درت اللي قسم الله كليتو، درت قهوه قاصحه حاجه التلفازه بقيت نقصر عليها واحد الشويه شويه، بديت كنحس الدنيا كدور بيا، انا يحسب لي الطونسيون ولا السكر طاح لي ولا شي حاجه، قلت انا شي حاجه في ذاتي ماشي هي هذيك، علاش جاتني هاد الدوخه؟ ملي حليت عيني لقيت الكاس طاح بديك الطيحه ديال الكاس اللي طاح لي هاد القهوه، الدنيا بقات كتمشي وكتجي بيا وانا نسمع الغوات الجيران كاملين خارجين. جيت الخوت باش نفتح الشرج ونشوف شنو كاين، والدار بقات كتمشي وتجي بيا بشكل كبير، غادي نفقد التوازن ديالي، طحت للارض وهي تبان لي واحد الشقه كبيره في الحيط، يعني الدار تقسمت على جوج. جات بعيلان هذيك الساعه عرفت وزلزال، جيت خارج ولكن قدر الله ما شاء فعل غادي يطيح عليا النص ديال الحيط. الطيحه اللي طاح عليا جاني على رجليا، اما النص الفوقاني ديالي كان بعيد شويه، حاولت نخرج ولكن ما قدرتش، قدر كطيح عليا فواحد اللقطه جاتني شي حاجه كبيره فوق راسي، الطيحه اللي طاح عليا داكشي غيبت ما بقيتش عاقل على الدنيا. غادي نبقى الخوت من تحت الرد من مده ديال النهار كامل. داك الصباح اللي صبح الخبر ديال الزلزال انا كنت فاقد الوعي من تحت الانقاض، ما حليت عيني حتى الليل، ما عرفتش اصلا كان الظلام ما كتبان لي حتى شي حاجه، عيني نيفي ودني فمي كله عامر بالتراب، كلشي عامر بالعجاج. المهم كنت ما بين الحياه والممات، رغم الحاله ديالي كانت فواحد الحال، كنت فواحد الحاله كنت كنفكر غير في بنتي، كنت كنفكر غير في مراتي شنو وقع فيهم، واش حتى هما رابط عليهم الدار، واش حتى هما وقعت لهم شي حاجه. المهم ما كنتش عارف عليهم والو، كنت خايفه عليهم. صافي الخوت بقيت من تحت التراب لمده ديال النهار كامل ونص، بقاو الناس كيقلبوا عليا، خوتي جاو كذلك كيقلبوا كيحفروا بيدي، كنت كنسمع الغوات والعياط ديال امي كتقلب مسكينه وكتبكي، ولكن باش نقدر نقول لهم انا ما كنتش قد نهضر في امي كان فيها التراب، الصوت ديالي كان غير في البلاصه ديالي، يعني واخا نغوت ما غايسمعني حتى واحد. بقاو كيحفروا كيزولوا الحجر عليا الردم، حتى لواحد القطه شافني خويا من تحت التراب غادي بقاو كيقلبوا عليا حتى لقاوني، جبدوني بحال جبدوني من القبر، كنت غادي نموت، هزوني داوني للسبيطار ما بين الحياه والموت. هما كان كيحسب لهم بالهم موت كاع، حيت الضربه كانت عندي خطيره، واحد الرجل كانت عندي شبه مقطوعه، ملي طلعوني لقاو رجلي شاده فيا غير بالسيف، يعني كامله مشات ليا الدقدقات حيت الضربه كانت قاصحه. المهم صافي داوني فحصوني لقاو عندي الضربه في الراس، خيطوا لي 16 غرزه في راسي، كذلك لقاو عندي الهرس في يدي وفي الظهر ديالي غير الحصون. اما رجلي خوتي وحده كانت مهرسه داروا ليها الحديد الثاني غادي يزولوها ليا، رجعت يعني رجليا تقطعات. المهم الخوت مشات ليا الرجيله ديالي، حالتي حاله، كنت واكل الدق بالمزيان، والمشكل في هاد الظروف ما غادي نلقى في جنبي غير خوتي اللي طلعوا معايا رجال. اما مراتي واخا كانت كتجي عندي وكتطلع ليا ما كنتش كنحس بها، خايفه عليا
وسيدي اللي كانوا في الاسابيع الاولى عطاوني ندير لي كوش، المفروض مراتي هي اللي تكوشيني كما كيقولوا، وهي اللي تبدلي وتعتني بيا وتوقف معايا، ولكن لا هي ما بغاتش وقالت لي انا كنعيف ما نديرش لك لي كوش. تورم مراتي ما بغاتش دير لي لي كوش، كان خويا اللي مسكين كنت انا كنحشم منه، هو اللي كان كيكشف عليا وكيبدل ليا، حيت امي مراه كبيره ما خليتهاش تكشف عليا. المهم هذه هي اللي بغيت نوصل لكم. واخا هكاك قلت ماشي مشكل، مرة حسيت بها بحال ما مسوقاش لي، السيده بقات في غدار اللي طاحت والاتات اللي مشى ليها وحوايج اللي كلشي مشى ليها. باش كملتها قالت لي خوتك منين كانوا كيقلبوا عليك راهم لقاو الصندوقه اللي فيها الدب ديالي وخداوها ليا، واش انا عباد الله ما بين الحياه والموت، ونجيت باعجوبه وفيا الحريق وهز لها من صحتي اللي باللي لو نهار جات مطور رجل وجات دركنه وكندير لي كوش، فمي كامل طاح وهي بها غير الدب والفلوس والطوموبيل، حتى هي قالت لك طاح عليها شي صور تخمجات. انا ما بيا لا طوموبيل ما بيا لا رزق اللي مشى، انا بيا غير صحتي اللي مشات. ديك الساعه كنت دايره غير في الصحه ديالي، كنت كنسمع الاهل ديالي كيقولوا عليها هاد الهضره، ولكن انا ما كنتش متيق كلامهم، كنقول يمكن هما غير كيهضروا وصافي. واخا كنت ملاحظه ما كتجيش عندي هي والبنت، بقاو عند الاهل ديالها، وفي نفس الوقت ما بغاتش تجلس معايا في الدار ديال والديا، ورغم هاد الشيء كامل ما كنتش دايره بالي فشي حاجه، كنت دايره غير في صحتي. ملي كانت كتجي عندي تطلع ليا هي وماما كنت كنتصرف معاها عادي، ولكن واحد النهار امي دارت فيها قالت لي فلانه هذا راجلك ربي قدر عليكم هذا الشيء، ماشي غير نتوما راه بزاف ديال الناس اللي وقع فيهم اكثر منكم، ودابا بنتي بقاي معانا، جيبي بنتك وبقي قريبه من راجلك، علاش سامحه فيه؟ علاش مشيتي تجلسي عند والديك؟ واش هذا الشيء هذا واش هذه ماشي دارك؟ واش حنا جرينا عليك؟ واش انت ما راضياش بينا؟ المراه منين كيطيح راجلها راه كيهزوها كتهزو هي، ماشي بحالك مشيتي عند امك وخليتي على الاقل حسي بيه شويه. مي كانت تكلمت معاه صراحه غير شويه يعني قاسح، ولكن ماشي عايرته ولا شي حاجه، بس ما يتفهم راسها، ولكن لا الخوت هي ناضت دارت من الحبه قبه، قالت ليها واش انا ما محسفاش ليه؟ واش انا شنو بغيتيني ندير ليه؟ انا ربي اللي علم بيا، داري مشات، رزقي مشى، فراشي مشى، وكلشي دار ليا، واش ما قدكش هاد الشيء كامل؟ بقات تمشي هضره، من بعد مشات غضبانه عند والديها، من نهار مشات ما رجعت عندي ولا طلت عليا، كنت في ديك الوقت مريض وعيان ونفسيتي محطمه، حالتي حاله وكنفكر غير في رزقي اللي مشى حرام ظلام، الدار اللي شيت بثمن رابت فوق مني، الفراش اللي فرشت كلشي رجع حطام ومشى كامل، الطوموبيل كذلك مشات، صحتي مشات، كلشي مشى، بقيت انا ضايعه. مراتي اللي من المفروض تلقاها في جنبي في ديك الوقيته اللي كنت كنقول مع بالي هي اللي غتكون سند ديالي في هاد الحال توقف معايا، مشات عند ما وسمحت فيا، مع العلم حتى هما تشقت ليهم الدار ولكن ما طاحتش، كانوا خو الدار مشات سكنت في الدار جدة اللي مات، يعني سكنت مع جدتها وما جات تعيش معايا في وسط الاهل ديالي. المرة اللي كنت عوال عليها تكون هي عكازي، منين شافت رجلي وصحتي ورزقي مشى داك الزلزال سمحت فيا وقلبت عليا، ما بقاتش كتسول فيا، حتى في التليفون ما بقاتش كتصوني عليا، كانت بالنسبه لي لاكبر ضربه كليتها في حياتي كامله، ياك الخط طاحت عليا الدار وكنت غادي نموت، ما حسيتش بالالم اللي حسيته ملي شتها قلبت عليا وعطاتني الوجه ديالها الثاني، المره اللي ضحيت بسببها، المره اللي خدمت الحلال والحرام على حسابها، المره اللي عاديت اهلي وخوتي على حسابها، نهار وقع فيا هذا الحديث الشنيع سمحت فيا وعطاتني الدار وما داتهاش فيا، وما قدرتش زعما توقف معايا الوقفه ديال العيال اللي كيوقفوا مع رجالاتهم. انا والله ما قديت نطيق راسي، كون ما لقيتش الاهل ديالي وقفوا معايا وساندوني وما تخلاوش عليا كون هي دفناتني وانا عايش. المهم غادي ندوز واحد الشهرين اللي كانت خايبه بزاف، حاليا انا متقبل هادشي اللي جرى فيا، اللهم لك الحمد، راضي بالقسميه والنصيب ديالي، ولكن اللي ما تقبلتوش هو المعامله ديال مراتي معايا. ما نكذبش عليكم ما تقبلتش داكشي اللي دارت معايا، انا الخوت حاليا بدات حالتي كتحسن، رجلي اللي تقطعات راه الحمد لله كتبرى باقا وحيده، قريب ان شاء الله نتمشى عليها، قريب نزول الحديد، اما يدي الاسبوع اللي فات زولت الكبس رجعت مزيان تضلوعي الحمد لله، الحلرز اللي كان عندي في الحصور ديال ظهري رجعوا مزيانين الحمد لله بخير وعلى خير. حاليا انا مازال عند الاهل ديالي ما خدام ما ردام، صبحت زيرو درهم كلشي مشى ليا كلشي ضاع، بالنسبه للمدام مازال عند الاهل ديالها، دابا هادي قريبه شهرين ونص باش وقع الزلزال، المهم داك الوقت ديال الزلزال حتى لدابا ما جات عندي ما سولت فيا، وانا كذلك ما ديتهاش فيها وما اتصلتش عليها وما سولتهاش فيها، ما سولت لا فيها لا في بنتي، الذنب كامل على الام ديالها. انا المهم ناوي ان شاء الله غير نتحسن شويه نوض ندفع الطلاق ونطلقها، قال لي قالوا لي خليها هي تطلب الطلاق وتطلق راسها براسها،
لكن ما غاديش تصرف ليا لا طلقتني هي، بغيت انا اللي نطلب الطلاق ونطلقها، رغم هي اللي سمحت فيا في هاد الظروف. والله لخوتي الا حطماتني واحد التحطيمه كبيره، كرهتها بسبب هادشي اللي دارته معايا. علاش الخوت؟ علاش علاش درت فيا بحال هكذا؟ واش النهار اللي كنت كنجيب ونحط ليها في حجرها كنت راجل وسيد الرجال، والنهار وقعت فيا كارثه عظمى وربي ابتلاني خلاتني ورجعت عندي ورجعت عند الاهل ديالها، نهار ما رجع عندي ولا شيء غدرت بيا؟ علاش اخوتي؟ علاش طلعت ماشي ديال الخير وما كتستاهلش الخير؟ هي من الاول كانت ماشي ديال الخير، غير انا تعمات ليا وطحت فيها طيحه عوجه. الله يسمح ليا وصافي، خسرت بزاف ديال الحوايج على قبلها، في الاخر هذا هو الجزاء ديالي. المهم اليوم جيت نشارك معكم هذه القصه حيت بغيتكم تنصحوني كيفاش غادي نتصرف، كيفاش ندير، واش نوض ندفع بها الطلاق ونطلقها ولا نخليها تكرمل على خاطر خاطرها وتنضيها تدفع الطلاق، الا بغيت كذلك نطلب بنتي واش المحكمه تعطيها ليا، ولا مع العلم بنتي عندها 3 سنين. نتمنى اخوتي تنصحوني شنو ندير. بالنسبه للصحه ديالي خويا قال لي غادي يتكلف ويدير لي واحد الرجل الاصطناعيه باش نقدر نستمر في حياتي ان شاء الله. حاليا انا رجعت لله، طلبت من الله يغفر ليا. انا بعدا الحمد لله فرحان حيت ربي عطاني فرصه نصلح الاخطاء ديالي، الحمد لله ربي ما قبضش الروح ديالي وعطاني مجال فاش ندارك الموقف ونصحح اخطائي، وهادشي اللي مفرحني والحمد لله. هذا ما كاين، كنشكركم في الاخر بزاف بزاف، ونتمنىكم ما تبخلوش عليا بالنصائح ديالكم. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم مصاحبه القناه، السلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين عمر، يا عمر خويا عمر كيف ما سمعنا في القصه ديالو ديال اليوم، وقع ليه مشكل في الزلزال. من هذا المنبر كنقول لكم كاملين ترحموا على الناس اللي مشاو في زلزال المغرب اللي كان في مراكش النواحي ديالها، كاع المدن اللي ضرب فيهم الزلزال. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يغفر للناس اللي توفوا راه مشاو شهداء عند الله، الله يجعل موتهم الجنه، والله يصبر الاهالي ديالهم يا ربي على الفقدان ديال وليداتهم احبابهم اللي فقد شي حد، الله يصبروا والله يعوضوا خير في هاد الدنيا، وكاملين ليها الحمد لله حتى واحد ما عرف راسو باش غادي يموت. ثاني حاجه كنطلبوا الشفاء العاجل للناس اللي مضرورين، منهم الاخ عمر اللي كان واحد من المضرورين بزاف. صراحه هاد القصه تحط ليا واحد المده دي مازال يعني دابا عاد فين دركت الموقف. المهم ماشي بزاف باش تحطت، ولكن راني سبقته الصراحه، كنعتذر منك اخي الكريم حيت ما عرفتش الموضوع ديال القصه ديالك شنو هو، حتى بديت كنخدم عليها. على اي حال خويا عمر تبارك الله عليك، الله يشافيك، فعلا غلطتي درتي بزاف د الاخطاء، وشكون فينا اللي ما كيغلطش؟ شكون اللي فينا ما دارش شي حاجه اللي تغضب الله؟ والله الحمد لله اللي بيننا وبين الله راه قادر يغفرها وقادر يتجاوز عليها وقادر يعطينا شي ابتلاء اللي يقدر يخفف بينا العذاب والحساب ديال داك الشيء اللي درناه. اللي بينك وبين الله هو اللي خصك يعني تاخذ عليه حيطه وحذر، او تاخذ منه الحيطه والحذر، حيت داك السيد اللي كنتي اللي كان خدمك ودار فيك الخير وزورتي ونصبتي له داك الشيء، خصك ضروري تطلب منه السماحه. هادشي اللي وقع لك راه يعني كتاب عليك، ماشي اي واحد وقعت فيه شي حاجه نقولوا لا راه كان كيدير شي حاجه خايبه، كاين الله سبحانه وتعالى اللي كيبتلي حيت هو مذنب وباغي يفرج عليه، باغي يبدل له سيئات وحسنات، كاين عاوتاني اللي ربي كيبغي يعني يختبر الانسان واش شاكور، واش غادي يحمد الله، واش غادي يصبر الى اخره. يعني ربي ما كيبتليش غير الانسان الخايب، وكان الانسان الخايب اللي كيتبتلى راه الدنيا كامله مبتلى، يعني كاملين حنا كنديروا اخطاء وداكشي، ولكن راه ضروري الانسان راه كيبتلي الله بزاف ديال الامور، تعددت الاسباب والموت واحد كيف ما كيقولوا. بالنسبه لهاد الزوجه هذه ما طلقها، ما طلقك ما حتى شي حاجه، خليها على داك الدين، حتى دابا ديها في حاجه وحده اللي هي الصحيحه ديالك، علاش تبقى تمشي تجرجر معاها في المحاكم؟ خليها هكاك، ربما انسانه طايشه ما عندها عقل، فاعطيها واحد الفرصه، الا صلحت من نفسها راه على وجه داك البنيه. عاودوا جمعوا الشمل، ما صلحتش راسها راه هي اللي غادي تجي تطلب الطلاق، فإلا طلبت الطلاق راه طلق عطيها براسها، حيت هاد النوع ديال البشر ما عندك ما دير به، اللي ما يوقفش معاك في اعز الاحتياج ديالك في اوج الاحتياج ديالك ما عندك ما دير به. فدابا حتى حاجه وحده اللي خصك ديرها اخي الكريم عمر هي انك تديها في الصحه ديالك فقط، نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم لا شيء. البنت راه كيف ما كان الحال مع الام ديالها ما غاديش يضيعها، تخاف عليها كون كانت مع الناس ولا تقولها ودي مع ماما، ما غاديش تخلى عليها الام كيف ما كان الحال، راه بنتك ما غاديش يخصها حتى شي حاجه ان شاء الله، ما يكون غير الخير، كن متاكد وكن على يقين. ف الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يدير لك شي مسكد الخير، والله يجعلها مغفره ديال الذنوب وستر للعيوب.
الله يكثر خير العائله ديالك اللي وقفت معاك وساندتك، الله يكثر خيرهم، كنشكرهم من هذا المنبر، الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير حتى هما، الله يرزقهم. خوك اللي غادي يدير لك الرجل الصناعيه كنحب نشكره من هنا، جزاك الله خيرا اخي الكريم. شكرا لكم كاملين اخواني اخواتي، ربي يخليكم على تتبعكم القنوات، شكرا على دعمكم ليلي، الله يخليكم، الى ان القاكم استودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.